السلام عليكم. إذا كنت باك حر ومازال ما بديتي تراجع اللغة الإنجليزية وانت ضعيف في هذا المادة هذه وما عارفش منين غتبدأ، هذا الفيديو هذا ليك. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم English سلام هلا. إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة، فالمرجو أنكم تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد القناة، وما تنسوش تخلوا لي لايك اذا اعجبكم الفيديو. هذا الفيديو هذا صراحه هو تحت طلبكم، توصلت بعض الكومونتير فيهم يعني اخوان اخوات عندهم باك حر هذا العام هذا وفريمون ما عارفينش منين غيبداو، وانا حطيت نفسي في بلاصتهم. اكيد لو انني في بلاصتهم كنت غنكون ضايخه، ما غنعرفش فريمون منين غنبدا، وغنكون محتاجه البروف الأستاذ هو اللي غيقيديني ويعطيني كيفاش غنخدم. في هذا الفيديو هذا أنا سعيدة باش نشارك معكم واحد خطة عمل بسيطة واضحة المعالم يسيرة تقدروا بها تبعوها، وإن شاء الله غادي توصلوا واحد النتائج اللي هي مرضية. فبقاو معي. أول حاجة هي أنه خصنا ندير في بالنا أن الامتحان الوطني كيجيو فيه هادو ثلاثة: أولا reading comprehension، ثانيا كبيرة language، ثالثا كبيرة رايتين. لاحظوا معي، نعطي مثال تاع هذا الامتحان الوطني اللي تحط في 2019 كل مسالك الشعب العلمي والتقنيه والاصيله الدوره العاليه. لاحظوا معي اولا كبيره هي هذه comprehension 15 على 40 اي 7.5 على 20. ثم عندي ثانيا كبيره اللي هي قلنا language 15 على 40 اي 7.5 على 20، وثالثا كاين الرايتين اللي عليه 10 على 40 اي 5 على 20. باي ذا واي راه كاين تصحيح ديال هذا الامتحان الوطني في القناه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. الان باش غتحط هادو بثلاثه قدامك غتمشي مباشره لرقم 2 language. language هي مجموعه من الدروس اللي كاينه في المقرر تاع الثانيه بكالوريا، واللي تلامد تاع الثانية بكالوريا كيقراوهم على مدار السنة الدراسية وفي الأخير سنة، أي في الامتحان الوطني كيتم اختبارهم في هاد الدروس. هاد الدروس هما هادو اللي عندكم الآن كتشوفوهم في اللائحة عندي من رقم 1 إلى رقم 11. لاحظوا معي مسألة مهمة بالنسبة نمبر 1، قلت هنا tenses هما الأزمنة. الأزمنة اللي غتحتاج present simple، present continuous، past simple، past continuous، present perfect، past perfect، future simple، future perfect، gerund and infinitive. رقم 2 model verbs، رقم 3 conditionals، رقم 4 wishes and regrets، 5 relative clauses، 6 linking words. Linking words فيهم ثلاث دروس: addition and concession، cause and effect، purpose. رقم 7 passive voice، 8 phrasal verbs، 9 reported speech، 10 functions. Functions فيهم complaining، apologizing، making a request، making suggestions، responding to bad and good news، ask for and give advice، ask for and give opinion، express lack of understanding، certainty، uncertainty، agree، disagree. ثم رقم 11 prefixes and suffixes. الان وضحت عندكم الصوره وعرفتوا بالضبط الدروس اللي خاصكم تراجعوا، ولكن اكيد كتقولوا في عقلكم ان هذا الشيء هذا كثير، هو لا فكرتوا فيه خديتوا هكذا جمله واحده غيجيكم كثير، ولكن اذا قسمتوا الهدف ديالكم الى اهداف صغيره غتقدروا عليها. نعطي مثال، انك مثلا قلتي غدا انا غنراجع مودال فيربس وغنراجع الكونديشنالز، بعد غد غنراجع زوج تاع الدروس، غتلقى راسك انه في 10 ايام كملتي هذا الشيء هذا كامل. فهو كيعتمد بالدرجه الاولى على مدى الرغبه ديالك في انك تحقق الهدف تاعك. فأما بالنسبة للرقم 1 الأزمنة والرقم 10 functions،
فتأكدوا بأن ملخص واحد يكفيك أنك تراجع هاد الشيء هذا كامل. نفس الشيء بالنسبة للرقم واحد، ملخص تاع الأزمنة غيخليك تطرق هاد الشيء هذا كامل. إذا بغيتوا مني الملخصات ديال الرقم 10 وملخص في الرقم واحد، فقط خليوا لي هاد الشيء هذا في التعليق. الآن السؤال اللي كيتبادر إلى الذهن، كيفاش هاد الدروس هذه فين غنلقاوها باش نراجعوها؟ طبعا كاين بزاف ديال لي سيت ويب اللي فيهم ملخصات لهاد الدروس هذه، ما عليكم الا انكم تصفحوا الانترنت. انا غنتكلم على قناه تاعي كيفاش تقدروا انكم تراجعوا هاد الدروس. الا دخلتوا القناه تاع انجلش سهله مهله، عندكم هنا ما يسمى بالبلاي ليست. نعم شفتوها، القائمه الاولى ها هي مكتوب فيها تانيا باك، غادي تكليكيو عليها. هاد القائمة فيها مجموعة من الدروس تاع الثانية بكالوريا. نعطي مثال، هنا كتشوفوا phrasal verbs، هنا تقدر تراجع هاد الفيديو هادو بثلاثة، واحد زوج ثلاثة. الفرق بيناتهم أن الأول والثاني فيهم الدرس مقسم إلى جزئين، والفيديو الثالث فيه نماذج من امتحانات وطنية. إلا تفرجتي بهادو بثلاثة وخدمتي معايا هاد الامتحانات الوطنية اللي كينا في هاد الفيديو هذا رقم ثلاثة، الآن كتكون طرقتي هاد الدرس هذا، وتقدر تجي اللائحة اللي كتبتي تاع الدروس وتضرب على هاد الدرس هذا، يعني أنك كملتيه. للإشارة الكتب المدرسية الخاصة بالثانية بكالوريا اللغة الإنجليزية هما هادو، عندي Insights into English، Ticket to English، وأخيرا Gateway. هاد الكتب هادي تستعمل في المغرب، في كل مؤسسة تقدر أنها تستعمل كتاب مختلف. الآن واش هادو غادي يفيدوك في خلال مراجعتك للامتحان الوطني؟ لا، ما غاديش يفيدوك. أما بالنسبة للناس المترشحين الأحرار اللي عندهم المستوى ديالهم جيد في الإنجليزية، فهنا طبعا يقدروا أنهم يستعملوا هاد المراجع هادي يخدموا فيها. كاين باك باك، كاين get well prepared for your back exam، كاين easy back prep all you need to pass the back English exam، وكاين هذا passport to writing. هاد passport to writing and easy back prep نفس الكاتب، وتأكدوا أن هاد الكتب يقدر فقط الناس أو المترشحين الأحرار اللي عندهم المستوى جيد في الإنجليزية هما اللي يقدروا أنهم يستافدوا أنهم يستعملوا هاد المراجع هذه. حنا دي بروف كنستعملوا هاد المراجع هذه باش كنخدموا مع المتعلمين. إذا كان المستوى ديالك ضعيف في الإنجليزية فأنت ما محتاجش أبدا لهاد الكتب هذه. وانت كتراجع أكيد غتصادف كلمات أو vocabulary، خذ مذكرة صغيرة واكتب أي كلمة صادفتيها وعجباتك وأثارت الاهتمام ديالك، اكتبها واكتب حداها الشرح بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. هاد الشي غيفيدك بزاف بزاف. كيفاش؟ الغرامير زائد الفوكابلري غادي يساعدك أنك تتعامل بنجاح مع رقم واحد اللي هو reading comprehension، ومع الرقم ثلاثة اللي هو الرايتين. لأن language أو الغرامير عبارة عن بنية جمل، يعني structures، جمل عندها بنية معينة. انت ملي كتعلم وكتتمكن من هاد الدروس هذه كيسهل عليك أنك تتعامل مع النص اللي فيه بنيات مشابهة لهذا الشيء هذا اللي قريتي نتايا، زائد الفوكابلري. هذا الشيء غادي يعاونك في الرايتين. اخواني اخواتي، وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. اي سؤال خليوا لي في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء تاعكم لتعم الفائدة والعائلة ديالنا تكبر. والى فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.